فقال لي أني صدام من ينطق الكلمة اعتبريها 100% ماشية. هل هذا يدل على أنه أكو علاقة مثلا فيما بينكم؟ أكو اقتراب أو ويا من؟ ويا صدام؟ صدام عرفته بالضبط سامعة بي من جاء على أبو كفاح على زوجي، قلت له صفاء جاء عليك واحد مواصفته هالشكل هالشكل هالشكل، احنا بالعظمية بيتنا. قال لي ايه ادري، هاي اللي نقل لك عليها الرسالة هاي بالستينات، فأنا أعرف عندي مكانة عنده وعند أحمد الله يرحمه رفيق أحمد البكر. البكر لأن من صار الانشقاق بالحزب بالستة وستين رأسا ما دوخ روحي، أنا ما يعني مو ذاك الوقت أنا نازلة بقوائم المعلمين، وكان عندنا مؤتمر قاعة الشعب، من شفت الإخوان وكلهم زملاء وهذا انشقاق بين نوار ويانا لو ويا فلان، رأسا خليت دربي ورحت على أحمد حسن البكر. لا تعرضت لهذا الأمور، الله يرحم خالد عبد الحليم زعل وقتها لأن هو كان بالمهنيات، قال لي إيه، قلت له على كل إن أنا هذا تصرفي بالقاعة مال الشعب بالساعة الفلانية لأنه فلان الفلاني. شنو كان رده؟ رده؟ اي قال لي زين انت استلمي، قلت له انا مستلمه من منطقه ابتدائيه فلسطين باللي هي خلف السد، يعني هسه يسموها قريبه على حدود بغداد الى الكراده، هذا مهنيا عندي يعني واقدر اعد لك اياهم والبنات واحده واحده. زين هسه انت قلتي انا عرفت هذا الرجل من اجى فد يوم على زوجك. ايه. بعدين 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 عند اعرفهم لانه خاله كان استاذنا خير الله نعم كان مدرس ثانوية البنين بالخمسينات يدرسنا أحوال العراق اللي بعدين بيه نظام دعاوش عشائر وما أعرف إيش اللغة هذا، فأدري صدام ماخذ ساجدة بيت خير الله، ومن جاء كلفته كنت أتابع قضية مع الوالدي موضوع التقاعد، فرحت يم أم عدي الله يذكرها بالخير، بيتهم كان بحي الطيران. وين صاير هذا حي الطيران؟ حي الطيران المدني من تروح للمطار يصير على يمنه. ها ها بالعامرية يعني؟ لا بعدين صارت العامرية وعامرية الفلوجة وعامرية العمل الشعبي وهكذا، فرحت قلت لها أني هالشكل هالشكل. أخته الله يرحمها السهام اللي هي مرت رشيد النقيب، قلت لها هاي الشغلة مالتي مال والدي، فأخذها أبو عدي للأوراق ومشت المعاملة؟ مشت بشكل دقيق، حتى من يعني كنت ماشيه بيها من زمن عبد السلام عارف، حتى من قلت له رجع لي الاوراق اذا ما يعني اذا ما تمشي ما تمشي، قال لي اني مو اني، حتى مالت ابو كفاح حمياني واحده من الاوراق من ودوه إلى المبايعات الحكومية
ورا الزباك اللي حكى لك القصه بيها يعني مال زوجي. فقال لي اني صدام من ينطق الكلمه اعتبريها 100% ماشيه. وفعلا مشت، فعلا مشت. غير هذا الموقف مواقف هوايه مثلا، يعني صار المؤتمر الثامن صدرت بي 10 توجيهات. المؤتمر الثامن مال شنو؟ مال الحزب. اها. سويت مذكرة بال 75؟ 74. 74. سويت مذكرة من 13 فقرة ودزيتها. أنا عادة أدزها مو بيد أحد، يعني أنا بالبريد الاعتيادي قبل أكو نموذج يسموه ريجستر حتى يرجع، يعني يرجع لا أزال أحتفظ بهن. فال 12 فقرة اللي دا أريدها من جملتها حول ظاهرة اللوكتش، الحجاب، الحجاب اللي عندي بالمدرسة يعني معهد إعداد المعلمات، لأن ماكو اليوم فاطمة محجبة باكر صاروا نص الصف، معناته أكو شيء بهم صارت ظاهرة، يعني ظاهرة. إيه فأبو عدي يقال الله يرحمه مؤلف لجنة، واحدة منهم حول التقاعد وكذا والشغلات، مو على التقاعد مال والدي لا، على عندي نسخة منها همينية. فمؤلف لجنة قال لهم شوفوا إن من 4 أشخاص، واحد منهم عضو بالبنك المركزي، قال لهم شوفوا إن هاي تقول حلولها 1 2 3، كاتبين صحيح الحلول مالتها، حالها هاي المذكرة إلى الدوائر ذات العلاقة مع تأييدنا لها. طبعا أنا من أسوي هيك هاي على قصر رقبتي.